انا واقف عشان خاطرك انت بس يا متر، لكن عليا الحرام من ديني ما هنزل على المليون جنيه مليم احمر. ماشي، خد ال 100,000 جنيه دي دلوقتي، مشي نفسك بيها، روق نفسك كده ودلع نفسك، وبعدين احنا هنروح من بعض فين يا راجل؟ ده احنا في مركب واحده. ايوه الله ينور عليك، احنا في مركب واحده. يا ريت بقى تفهم الحاج لطفي الكلام ده وتفهمه ان المركب لو غرقت هتغرق بينا كلنا، واولنا هو. بقول لك ايه يا زناتي، ما تجيب الفيديو اللي معاك دوت واجيب لك المليون جنيه حته واحده، ونشيل الصيف الشتاء. وبرضه الراجل متهدد من ناحيتين، ناحيه من الضابط اللي هربان، وناحيه الثانيه من الفيديو اللي معاك. انسى يا متر، الفيديو ده هيفضل معايا لحد ما اموت، وفلوسي هاخدها، يعني هاخدها. امين يابا.